لا يزال إسماعيل هذا الفلاح يحتفظ بجرار الأجداد بعد أن عجز عن توفير واحد جديد لحرث الأرض التي يعمل بها. من 150 وروح حتى كي حتى 200. وماشي مدعمين. إيه اللي مدعمين غاليين فور. وكاي هاني هذا هكا صغيرة تلقيها 150 ما كاش. دوكا تراكتور جديدة بنشريها ما نقدرش نشريها. وهذه قديمة عندها بزاف بشوية نخدمو هكاك تعرفي نخدمو بشوية منو من نجيبو منو منو سقمناها إيه. فلاحون كثر يشكون غلاء الجرارات الفلاحية وآخرون لفحتهم أسعار كرائها. الكرياسات ديبون الحرث عنده شومة والديكش عنده شومة الدول كيما هذه ذكرها ويداوي عنده شومة اللي يصدر الماشينات على البوطيت والشيبوت كل حاجة عنده شومة. وشنية الكرية غالية بزاف بالله إلا بقى يكري يسمى نص دراهم ويروحوا له بالكرية. احنا ماذا بينا لو كان الدولة تبدا تسهل للفلاحين هذو ويكون توفر لهم ماتريال بشومة معقولة الفلاح جايب لي عنده ماتريال. الغلاء لم يشمل جميع الماركات فهناك نقاط بيع توفر الجرارات بأسعار مختلفة. غالا زعما عندنا جرارات من 100 مليون حتى 330 مليون جرارات يعني في متناول الفلاحين. الاسعار تتبدل على حساب النوعيه قوه المحرك جرار دبل بون سول بون. رغم نجاح الحكومه في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الجرارات غير انها لم تنجح في ضبط اسعارها وتحريرها من رحمه مافيا تبيعها باضعاف ثمنها.